ويتفضل جلالة السلطان قابوس المعظم بالنطق السامي لجلالته في هذا الخطاب التاريخي وفي هذه المناسبة التاريخية، مباركا الافتتاح الرسمي للمجلس الاستشاري. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعون الله العلي القدير نفتتح اليوم المجلس الاستشاري للدولة تحقيقا لما وعدنا به واستمرارا لسياستنا الرامية إلى إتاحة قدر أكبر من المشاركة للمواطنين في الجهود التي تبذلها الحكومة تنفيذا لخططها الاقتصادية والاجتماعية. علينا أن نستمد من تجاربنا الماضية عزما جديدا وتصميما أكيدا على العمل متعاونين متكاتفين، وبكل ما لدينا من طاقات البذل والعطاء والتفاني في أداء الواجب، لنكون دائما في مستوى القدرة على تذليل الصعاب وقهر التحديات وبلوغ الأهداف التي رسمناها لأنفسنا من أجل خير بلادنا وخير أجيالنا الحاضرة والقادمة، ولنكون قادرين كذلك على القيام بمسؤولياتنا تجاه منطقتنا وتجاه أمتنا العربية والإسلامية والبشرية جمعا. أعضاء المجلس الكرام، إن مجلسكم إذ يبدأ الآن مباشرة مهمته في مختلف مجالات التنمية، فإننا نأمل أن تقوموا بحمل الأمانة وأداء الواجب الذي يقتضي منكم أن تتلمسوا مصالح المواطنين الحقة وتتدارسوا احتياجاتهم وتضعوها نصب أعينكم حين تبدون الرأي والمشروع، وأن تتوخوا الواقعية والموضوعية في معالجة الأمور، وأن تتفانوا في خدمة الوطن والمواطن على نحو يتكافأ مع نبل وشرف المهمة الموكولة إلى مجلسكم والأهداف السامية لمسيرتنا على طريق البناء والتقدم. والله نسأل أن يمدنا جميعا بعونه وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.